نعم. كيف نجمع بين أن حد الزانية بكر دل دمية تغريب عام بين قول الله تعالى واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا أمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. نعم. نجمع بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل له سبيلا جعل لهن سبيلا في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فتكون هذه الآية ناسخة لآية النساء، وإن شئت فقل مبينة، لأن آية النساء ما فيها الجزم بأن هذا هو العقوبة، لأن الله قال أو يجعل الله لهن سبيلا فجعل الله لهن سبيلا.